شنو؟ شنو هاي؟ هو هذا اكلها؟ شنو هاي؟ مش هذا طلع بيدك؟ كله صوتك انت، صوتك كله من وراك. 100 مره قلت لك تتزوج بنت خالتك لبنى، لبن ام اللبن، بس كل بخيل بخيل ما تبي تذبح حق الفيزا. ترى انت بخولتك اوكي؟ نتيجه تربيتك، شوفي شوفي تربيتك. شنو؟ طبخوا ليدي فوقها بعد؟ وش انت من التربيه انت؟ وش انت اهلك ما ربوش انت؟ وش انت لو مترباية ما تخلين وليدي يطب للمطبخ؟ لا 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 اسمع تعدي الكلام هذا. منو؟ تعدي. هاي 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 دادي من هجم بيته دادي ام كيف؟ أم توي بعينك. أوه ماي جاد. والله بعيداً عاد على مهاتراتي المخربطة اللي قلتها، والله إن ريحته مرة زكية. والله؟ والله تسكر المخ هنا. هلا يوسف. هلا يا عم. ما شاء الله جاي من صباح الله خير. لا والله انا جاي على وقتي، بس انت الله يحفظك ما 10:30 جاي، ايش التاخير اللي انت فيه؟ هذا وقتي دوامي من خلقني الله. غلط غلط يا عم غلط، الموظفين يشكرون عنك، يعني انت تجي كذا انت قدوه، المفروض كل الموظفين يقول مديرنا يجي بدري فلذلك نجي بدري. لا لا ما عليك، اللي يتكلم ها انا اتفاهم معه، ما عليك انت. شوف يا عم، انا صراحه انا لازم اطور فيك، لانه صراحه بديت تحرجني قدامنا، فقلت خلني اجيب لك كتاب هذا غير حياتي، فقلت اني اجيبه لك عشان يغير حياتك بعد. هذا جايب لي مجله تالي عمري اقرا اخبار فنانين وفنانات. والله يا عم ما لقيت الكتاب عاد، انا كنت بجيب كتاب في صداع في السياره، لكن في ذا المجله في شيء مهم، في جمله هنا غيرت حياتي برضو، يعني ليتني حطيت لك عليها بالفسفور عشان تشوفها لانها مهمه، ودي انك تقراها عشان يغير حياتك بعد. الحمد لله. سعد لازم بلغ الشرطة. وليش بلغين الشرطة؟ تراك متحمتيني وشغلتي مخي بدها السالفة حبيبتي. أم سعود تقول طبوا عندها الحرامي وسرقوا سيكل ولدها. لا يكون سيكل السباق الجديد. أيوه المسكين راح شرى واحد ثاني ب6000 حق السباق الأسبوع الجاي. وورا ما بلغوا الشرطة. بلغوا بس ما في بصمات، قلت لك هذول عصابة عصابة يا سالفة، بس أنت ما صدقتني. وش عصابة أنت؟ قمتي تولولين أنت؟ هذا النظام ترى عادي، هذا فاغر وطلع الحارة وصفقوه وخذوا سيكله، ترى كنا نسوي كذا وإحنا صغار. لعلمك الخاص ترى هو في الجامعة، ومو بس في الجامعة، ترى هو أطول منك. عيب عليك، احترمي وضعي. ترى على فكرة أنا كنت طويل، بس ما حبيت اصارحك من البدايه. الشمس والرطوبه والحر هي اللي اثرت فيني،